إذن يا شباب، هذا البرنامج مثل ما أنكم شايفين هو عبارة عن رسم توقعات الأقطاب من أجل معادلة من المرتبة الثانية. شو هي المعادلة؟ مين بيقرأ لي إياها؟ إكس مربع زائد 2 زيتا بأوميجا إن زائد أوميجا إن مربع. فالفكرة الأساسية إنه أنا هون راح أحسب الجذور ضمن حلقة الفور، ثم بعد الخروج من الحلقة سأقوم بعملية رسم توضعات الأقطاب. بعرف مصفوفة الحل أو مصفوفة الأقطاب أو القطب الأول من أجل كل قيمة لزتا، بسميها واي واحد كبيرة. أعرف مصفوفة القطب الثاني من أجل كل قيمة لزتا، لأنه هاي معادلة من أي مرتبة يا شباب؟ إذا هذه المعادلة من المرتبة الثانية، فأنا في عندي حلين، ولكن عندي الحلين هذول رح يكونوا متغيرين حسب قيمة تغير ايش؟ زتا، يلي انا اعطيتها تغير من ناقص 2 ل 2 بتزايد قدره 5%. فاعطيت قيمة الاوميجا ان تساوي الواحد. الان دخلت بحلقة الفور، كتبت معادلة حساب الجذور، واي تساوي روتس 1 2 زتا اوميجا ان اوميجا ان مربع، لحتى طبعا اخذت امثال المعادلة. حسبت الجذر الأول، طبعا هو انحسب تلقائيا في هذه المعادلة، لكن الآن أنا عزلت، يعني كتبت الجذر الأول، كتبت الجذر الثاني، بعد ذلك كتبت المصفوفة واي واحد التي تحدث قيمتها. قيمتها البدائية كانت خالي أو صفر، الآن مع كل حساب للواي واحد بينزل بالمصفوفة سطر واحد، تمام؟ بينزل سطر واحد، بيعدل قيمة المصفوفة. أيضا الواي 2 أخذ القيمة البدائية إلها، حسب الواي 2 بعد ما نزل سطر جديد نزلها بالمصفوفة واي 2 وهكذا، فراح يطلع معك مصفوفة عمود واحد وعدد معين من الأسطر يتعلق بقيمة الزبدة. بعد ما انتهينا من حلقة الفور نقوم برسم الأقطاب مع بعضها البعض، القسم التخيلي مع القسم الحقيقي، ثم بكتب تعليمة Axis Equal حتى يطلع الشكل متناظر مثل ما انكم شايفين في عملية التنفيذ. طبعا شو بنستفيد من رسم الأقطاب يا شباب؟ نستفيد من رسم الأقطاب في معرفة الأقطاب التي تحقق استقرار النظام، لأنه مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة يكون النظام مستقر أيمتى يا شباب؟ لما بيكون عندنا الأقطاب تقع وين؟ على يسار المحور التخيلي. إذا هذا هو المحور التخيلي، شايفين هاي السطر هون المحور التخيلي، فالأقطاب التي تقع على يسار المحور التخيلي هي التي تحقق أن يكون هذا النظام مستقر. أما الأقطاب التي تقع على يمين المحور التخيلي فهذا يعني أن النظام إيش؟ غير مستقر. واضح يا شباب؟ إذا يا شباب الآن في عندي معادلة مرشح من المرتبة الأولى. شو هي معادلة المرشح؟ A على تاو بي إس زائد واحد. فالنم أو النوميريتر هو الـ A، والدينوميريتر اللي هو المقار تاو بي اس، التاو انا حطيتها قديش؟ 0.1 زائد 1. حطيت حسبت تابع الانتقال اللي هو جي اس يساوي ترانسفر فانكشن نم فاصل 2، وبعدين طلبت رسم استجابه النظام من اجل تطبيق قفزه واحديه، مظبوط؟ اذا جينا رسمنا يا شباب، اذا جينا رسمنا إذا هاي رسمت، لاحظوا معي، طيب لاحظ معي قديش أعطاني المطال الأعظمي؟ ليش أعطاني المطال الأعظمي؟ أعطاني 10. لماذا؟ لأنه القفزة الستيب هون القفزة الواحدة مطالها واحد، ضرب 10 معناتها شو صار؟ معناتها القفزة الواحدة انضربت بعشرة، إذا اللي هو الربح، صح الكلام؟ طيب أنا بدي قيمة التاو، التاو نحن قلنا قيمتها
تكون عند قيمة 63% من المطال الأعظمي. العشرة قديش ال 63% منها؟ يعني 6.3. تعالوا لناخذ 6.3. شوف هي 6 فاصلي، ننزل شوي. لاحظوا يعني تقريبا هون، لاحظ هي 6 فاصلي، اذا شايفين 6.53 هي اقل شوي، عم تكون 0.1 اللي هي قيمة شو؟ التاو اللي نحن حاطينها، التاو اللي نحن ايش؟ حاطينها، تمام؟ هلا تعالوا خذوا مثلا قيمة هون 1%. إذا التاو صغرناها، إذا 1%، لاحظ هاي 1%، لازم عند 6.3 يكون قيمة الزمن قديش؟ شوف هون تقريبا مظبوط، هاي 6.3 تقريبا أقل شوي، تقريبا 1%، شايف؟ هي 1%. إذا جيت غيرت الربح وليكن حطيته 5، قديش رح يطلع معك المطار؟ رح يطلع 5، لأنه القفزة الواحدة اللي أنت مطبقها قديش قيمتها؟ لاحظ، إذا طلعت 5. 63% من 5، تعالوا لنحسبها. 63% ضرب 5، لازم عند 3.15 يا شباب يكون عندي قيمة الزمن 1%. تعالوا نشوف 3.15، إذا هون شوف هاي أقل شوي، يعني هون 3.27 أقل شوي تقريبا، شوفوا يعني هي لازم عند 3.15. خلينا نزوم شوي، شوف لاحظ 1% هي 3.15. طلع يا محمد، هي هون شايفه هي 3.15، قديش قيمة الزمن يا شباب؟ 1% اللي هي 63% من ايش؟ من الخمسة اللي هي خرج تابع النقل، واضح؟